احتفل فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية بمحافظة سوهاج بتخريج 72 مواطن ومواطنة من أبناء قرى المحافظة من الأمية، بمطرانية الأقباط الأرثوذكس بحضور نيافة الأنبا بخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبشراكة ورعاية مؤسسة معاً لدعم جهود محو الأمية وتعليم الكبار. صرح بذلك الأستاذ محمد الدالي مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة سوهاج. الاهتمام بكل ما هو مجتمعي، مثال النهاردة مثلا محو الأمية بالنسبة للسيدات والرجال من قرى سوهاج، واحنا عارفين يعني ايه قرى سوهاج ومدى احتياجهم للخدمة والخدمات كلها اللي بتتقدم. طبعا كل ده بيتم بالتعاون مع مظلة التضامن الاجتماعي دكتور رأفت السمان، يعني مثلا ومؤسسة معا للتنمية بقالنا 6 سنين مهتمين بجزئين مهمين جدا جدا من ضمن أنشطتها واهتماماتها، محو الأمية للكبار. وطبعا كلنا عارفين يعني ايه ست او راجل ما عرفوش يقروا، ما يعرفش دي اي مشوار لوحده، ما عرفش يعمل يعين نفسه تساعد ولادها في البيت، وده كان اهتمام. والنهارده باذن الله بنخرج حوالي 90 سيده وراجل من القرى. والاهتمام الثاني الرئيسي لمؤسسه معهد للتنميه المعاقين او ذوي الهمم، وده اتجاه للدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان وليد الفكره دي كانت وليده الاحتياج. أنا يعني فعلا حضراتكم لو نزلتوا أي بيت فيه معاق مدى الصعوبة في التعامل معاه، وممكن الولد ده يضيع أو البنت دي تضيع، فده كان الاهتمام. فتم عمل ستيب سنتر للمعاقين للأطفال من سن 8 سنين لسن 17 أو 18 سنة، بنظام اليوم بالنشاط البيت مجهز بأحدث الأجهزة، والقائمين على البيت كلهم واخدين أعلى تدريبات للتعامل مع هذه الإعاقات. هذا وأكد الدالي أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تشهد تحولات جذرية والانتقال من مفاهيم محو الأمية الأبجدية إلى محو الأمية الوظيفية والتعايش الرقمي واكتساب مهارات ريادة الأعمال والتعليم المستمر. طبعا النهارده يوم سعيد جدا بالنسبه لنا، لان النهارده حدث مش عادي في سوهاج. النهارده بنتشرف بان احنا بنخرج عدد حوالي ما يقرب من 80 او 90 سيده وراجل من المتحررين من الاميه. الحقيقه مجهود جبار، وناس الحقيقه بتتعب من قلبها علشان نوصل للحظه دي. الناس دي تعبت كتير جدا جدا، لكن خليني اقول ما ننساش على قد زي ما الناس تعبت، لكن معانا كمان قيادات الحقيقه عملت جهد جبار ولا اروع. معانا رئيس هيئه محو الاميه وتعليم الكبار استاذ محمد الدالي، انا بشكر سيادتك على الهوى، المجهودات اللي حضرتك وفريقك عملتها حاجه تشرف. كمان بيشرفني طبعا كل ده تحت رعايه دكتورنا الفاضل دكتور رأفت السمان وكيل وزاره التضامن الاجتماعي في سوهاج. الحقيقه اللي دايما بقول ان سوهاج محظوظه بقيادتها، دايما بقول انه مفيش حد بيقدر يشتغل على الارض غير لما بيكون مدعوم وكل القيادات في ظهره وسانده وداعمه. ودايما بكرر انا سوهاج محظوظه بالقيادات اللي زي حضراتكم. بيشرفني المره دي او الايفنت النهارده مختلف، لانه الحقيقه بالتعاون مع مطرانيه الاقباط الارثوذكس في سوهاج تحت رعايه سيدنا المحبوب نيافه الانبا بخوم، وكل الاباء الاجلاء اللي اشتغلوا في القرى ووفروا لنا اماكن، سواء الجمعيات او اصحاب المنادر، لانه فتحوا لنا منادر كتير علشان نقدر ناخد فيها الدروس على مدار ال9 شهور او السنه ونص، خليني اقول يعني مش بس 9 شهور، لكن كان في مستوى اعلى من المستوى. فبقدم لهم كلهم الشكر، والشكر الاساسي الحقيقه لكل ست من الستات اللي تحدت كل الظروف وكل العقبات وكل التقاليد اللي كانت قادره انها تعجزنا كلنا، لكن قوه واراده الستات خلتنا نوصل لليوم المفرح جدا جدا النهارده. ومن جانبه اكد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي على دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنميه المستدامه وفي المقدمه منها محو الاميه، مشيرا إلى التعاون البناء بين فرع الهيئة العامة لمحو الأمية ومديرية التضامن الاجتماعي في كثير من البرامج التي تستهدف بناء وتنمية المواطن المصري، كمبادرة وعي ومبادرة لا أمية مع تكافل.
سعدني وشرفني حضور مثل هذه الاحتفاليات ممثلا لمديرية التضامن الاجتماعي تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي. في الحقيقة أنا طبعا بشرف لي أن أنا أحضر مثل هذه الاحتفالات الخاصة بمحو الأمية، لأن ده هدف سامي إحنا كلنا بنسعى من خلاله تحت مظلة الدولة. إحنا كتضامن الاجتماعي معنيين بهذا المشروع القيم اللي بنحاول فيه إن إحنا نساعد على محو الأمية بقدر الإمكان ونقلل نسبة الأمية. عندنا مشروع قيم وزاري اسمه لا أمية مع تكافل، بنربط الحصول على المساعدات النقدية المشروطة عبر برنامج المساعدات تكافل وكرامة بمحو أمية سيداتنا من اللي عندهم الأمية كمشكلة كبيرة جدا. حاجة جيدة جدا أن أنا أحضر احتفالية لتخريج مجموعة كبيرة جدا من سيداتنا اللي كان عندهم مشكلة كبيرة واللي نقلناهم نقلة نوعية من ناس ما تعرفش تقرأ وتكتب، اللي ما شاء الله حاجة كده احنا بنفتخر بيها. مجهود كبير جدا من الجمعية اللي قامت بهذا العمل، مجهود كبير جدا من قيادات تعليم الكبار بكل التنفيذيين اللي فيها. لما بنتكلم عن تعليم الكبار ومحو الأمية بنتكلم عن منظومة كبيرة جدا احنا شركاء معاهم في كل نجاحات عشان نصل للحد بالنسبة الأمية في مصر اللي احنا بنعاني منها كلنا. مش معقولة العالم بيتقدم بشكل رهيب واحنا نفضل عندنا مشكلة، والنجاحات بتزيد، وده فخر لينا احنا كتضامن اجتماعي ان احنا نبقى شركاء اساسيين من خلال احد رموز العمل الاهلي لدينا الجمعية اللي هي قامت بهذا العمل. وزي ما احنا قلنا في كل لقاءاتنا ان المجتمع المدني، الجمعيات الاهلية، المنظمات الغير حكومية هي الحصان الاسود، هي فرس الرهان اللي احنا بنراهن عليه في كل تنمية، اللي بتاخدنا وبتنقلنا وبتحطنا خطوة لقدام في طريق التنمية. وفي نهاية الاحتفالية أعرب الأنبا باخوم عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقدم سيادته درع التكريم للأستاذ محمد الدالي، كما تم تكريم فريق العمل بفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار وتوزيع شهادات محو الأمية والهدايا العينية للمتحررين من الأمية. من داخل مطرانية الأقباط الأرسى زوكس كنا معكم هند فوزي، وهذه تحياتي عبد الفتاح الدقيشي لقناة طيبة.